يوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تسجيل الدخول الهرمي. قم بضغط هنا على ضبط الإعدادات. بعدها سوف نقوم بضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تطبيق هرمي. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت. بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق هرمي، سوف يظهر على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد، قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم هرمي. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا